السلام عليكم. اليوم نعاود نولي الملعب تيزي وزو، حيث انه فيه صور جميله جدا نشاهدها، واللي يعني الملعب يعني الداخل اكتملت يعني بصفه تقريب 90 99%، يعني ما بقات الا الرتوشات قليله جدا. ولحسب التصريح تاع الوزير يعني في نهايه الاسبوع هذا، قال لك بلي نسبه الانجاز في مركب يعني تيزي وزو وصلت الى حوالي 85%، يعني فيه يعني 13 ولا 17% اللي بقات في مساله التهيئه الخارجيه، اللي بقات بعض كذلك بعض الرتوشات وبعض الطرق، يعني الطرق والزاكسي المسالك اللي راهي يعني في مراحلها الاخيره من ناحيه الانجاز، ليكتمل الصرح هذا والفرحه نتاع يعني المناصرين والشعب الجزائري بصفه عامه لهذا المكسب الرائع، اللي به سوف يكون لنا يعني مرتبه رائعه في افريقيا. ما تبقى لنا الا جنوب افريقيا اللي راهي تفوزنا في عدد الملاعب، اذا نحتل مرتبه ثانيه، خاصه بعد يعني قرار ترضيه ملعب 5 جويلية. وان شاء الله في المستقبل مع الملاعب الجديده اللي راهي جايه يكون فيها خير. والسلام عليكم.